غلاء الأسعار يضرب موائد الإفطار في شهر رمضان. جولة بسيطة في سوق رضا حوحو بقلب العاصمة الجزائر تزيح ستار التصريحات السابقة للمسؤولين. لا لحوم بيضاء ب250 دينار ولا حمراء ب800 دينار، فضعف هذا السعر يفرض نفسه في الأسواق. أنا نشريو فوق تختنا ماشي كيما كنا قبل، مي هاد الخطرة راهي كيما يقول لك لا تحتمل. يدخلوا كاين دي جون يدخلوا للمارشي بشوفت العين يعاودوا يخرجوا ما يشروش ما يقدروش يشرو. لهيب الأسعار بقدر ما يثقل كاهل المواطن البسيط يضع الباعة في موقف حرج أمام زبائنهم. أنا كبائع ما نقدرش نقول لي بري باسكو وليت نحشم يا مواطن يحليلو يا خو والله بزاف. سو شحال من خطرة يعهدوني يقولوا لنا بلي تدخل اللحوم هكذايا وتكون الأسعار تاعها هابطة بصح ما يدخل رمضان ما بان عليها والو. بالنسبة للخضر والفواكه والمواد الغذائية بجميع أصنافها قفزت أسعارها في المدة الأخيرة بقيمة تتراوح بين 30 و50% في عز شهر الرحمة. ورغم أن ذلك يضر بمصدر رزقهم يدعو بعض التجار إلى المقاطعة كآخر حل لإحداث التوازن. هو يجي لي يقول لي أعطيني جيب لي البطاطا انا نجيبها شويه وبليز نجيبها، كي يقول لي ما يخزرش فيها انا ما نجيبهاش. يعني ماذا بهم يقاطعوا المنتجات هذه اللي غاليه. تذبذب التموين وارتفاع الاسعار يرجعه المختصون الى غياب التنسيق والرقابه من طرف السلطات المعنيه بتنظيم السوق، وهي الثغره التي استغلها المضاربون لجني المزيد من الارباح. هذا راجع الى عدم التنسيق ما بين وزاره الفلاحه ووزاره التجاره، فيه بعض المضاربين اللي يستغلوا هذه الفرصه ويحتكروا السلع ثم يوزعوها بطريقه يعني غريبه اللي هي الكميه القليله حتى يرتفع الاسعار. عادة ما ترتفع الأسعار في الجزائر خلال الأسبوع الأول من رمضان قبل أن تنخفض تدريجيا مع مرور أيام الشهر الفضيل لتستقر عند مستويات معقولة، غير أن المؤشرات الميدانية تجعل ذلك مستبعدا في الظرف الراهن بحسب مراقبين في ظل اختلال العرض والطلب. ارتفاع الأسعار القياسي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والهشة، والخبراء يحملون مصالح وزارة التجارة مسؤولية ما يحدث في الأسواق في الأسبوع الأول لشهر رمضان، مطالبين بتدخل سريع لوقف نزيف جيوب المواطنين. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.